استمرين وياكم احبتي المشاهدين وبرنامج ويانا تربح. معنا الاخت، السلام عليكم. اسمك؟ كله. حياك الله. ايش قد عمرك؟ 17 سنه. يا صف رابع. طبعا رمضان كريم عليكم ان شاء الله. جاهزه للاسئله؟ جاهزه ان شاء الله تجاوبين عليهم ان شاء الله. السؤال الاول يقول: ما عدد اجنحه النحله؟ 5 ازواج، زوجين، 9 ازواج. 9. قالت 9. جواب نهائي؟ زين زين، ليش ما نشيل لك 9 ونبقي 5 و2؟ شنو رايك؟ ايش تختارين، 5 او 2؟ 5. جواب نهائي؟ منا زين. اليوم انت صايمة ان شاء الله؟ تضحك. صايمة؟ موافق. شنو اليوم مسوين على الفطور؟ دولمة. الأكلة العراقية أكيد الشهيرة. زين، هسه بقت 5؟ لو 2؟ 5. متأكدة؟ جواب نهائي؟ أبد؟ نهائي. الجواب الصحيح هو زوجين مع الأسف. جواب خاطئ. وإحنا ردنا كل الطرق أنه تفوزين ويانا، لكن ما حالفتش. لو ننتقل لسؤال ثاني، اليوم نريد نفوز. شو تقول مخرجنا؟ اوكي. كم عدد اللاعبين في فريق كرة القدم؟ 12، 11، 14. انت قوية بالرياضة لو لا؟ لا. ابد؟ زين. نبقي لك ال 11 وال 14. شو تقولين؟ اوكي. شو تختارين؟ 14. جواب نهائي؟ جواب نهائي. كم عدد لاعبين كرة القدم؟ وانا شلنا ال 12 ورجعك ال 12. هسه ايش قد؟ 12. ايش قد؟ 12 شلناها. لاحقنا. ايش قد؟ 14 لو 11. 11؟ ها؟ 11. جواب نهائي؟ جواب نهائي، وفازت ويانا من مركز تيما بيوتي، واخيرا شلعت قلبي. فوزي. فزت ويانا، واهلا وسهلا بيك وشرفتينا. شكرا. شكرا لك، تحياتنا. نعم احبتي المشاهدين، ما زلنا وياكم مستمرين، ابقوا معنا.